منذ أيام أعلن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية عن تفشي وباء الكوليرا في عدد من ولايات السودان، وفي بوست على منصة إكس أشار المكتب إلى أن هناك أكثر من 1400 حالة مشتبه بها حسب منظمة الصحة العالمية في السودان، و64 حالة وفاة بهذا الوباء. وقد قام العاملون في المجال الإنساني بالتوسيع مجال ونطاق الاستجابة لتفشي المرض بالتنسيق مع وزارة الصحة السودانية. طبعا يعني نحن نتمنى لجميع الأشقاء في السودان أنها تمر عليهم هذه الأزمة وهم بخير وصحة وسلامة. طبعا كملين وياكم مشاهدينا أخبارنا من السودان، حيث من المتوقع انطلاق العام الدراسي والجامعي هناك في 5 نوفمبر وسط تحديات كثيرة. بخبركم الحين أكيد عن بعض الاستعدادات اللي قاعدة تسويها الجهات المعنية في عدد من الولايات السودانية، لكن البداية من بيان أصدرته وزارة التعليم العالي طمأنت فيه الطلاب وأسرهم فيما يتعلق بالعملية التعليمية، اللي قالت فيه: نطمئن الطلاب وأسرهم بأننا نعلم الظروف التي تواجههم، ولن يتم الإضرار بأي طالب حالة الظروف عن مباشرته التعليم، وسوف يتم معالجة استمرار تعليمهم متى ما سمحت الظروف بصورة مرضية إن شاء الله. واختتمت اللجان الاستشارية للتعليم بولاية نهر النيل للعام الدراسي 2023-2024 جدول أعمالها، وقدمت مخرجاتها وتوصياتها الختامية، وأشارت إلى التحديات الكبيرة اللي تواجه بداية العام الدراسي واللي تتطلب الدفع بتوصيات أكثر دقة في ظل الظروف الراهنة، بالتركيز على ملف الوافدين وتقييم الوضع بالمدارس المستغلة كدور إيواء. وقرر مجلس عمداء جامعة شندي استئناف الدراسة بصورة كاملة بكليتي الدراسات العليا والتنمية البشرية والتكنولوجية بالتدرج للكليات الأخرى. كما قرر مجلس عمداء جامعة الخرطوم استئناف الدراسة في كليات الجامعة بمستوياتها المختلفة اعتبارا من الآن، على أن تكمل كل الكليات ترتيباتها بنهاية هذا الشهر. تحديات كثيرة تواجه العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، لكن بنتعرف على تفاصيل أكثر ويا ضيفكم ثامر وريم. أكيد يعطيك العافية سالم على هالمعلومات، وأكيد بناخذ تفاصيل أكثر عن هالموضوع. يعطيكم العافية. أكيد يا ريم، يعطيهم ألف عافية، إن شاء الله ما عليهم إلا الأمن والسلام أهل السودان حبايبنا. اللهم آمين. طبعا أكيد الحديث عن هذا الموضوع ويانا عبر الهاتف الدكتور فضل الله مصطفى موسى البشير، عضو لجنة أساتذة الجامعات السودانية لاتسو، وأستاذ مساعد في جامعة كسلة. مساء الخير. مساء الخير عليكم الإخوة في قناة الظفرة، التحية لكم ولجميع مشاهديكم وشكرا للاستضافة. الله يجزاك خير. طبعا أكيد نحن بنتكلم عن هذا الموضوع، لو بالبداية تخبرنا، هل الجامعات السودانية جاهزة لاستئناف الدراسة؟ شكرا للسؤال. البداية من حيث المبدأ استئناف العام الدراسي ومواصلة الدراسة بالجامعات أمر مهم وينبغي مواجهته في كل الظروف. نعم. ده من حيث المبدأ. أما لسؤالك، هل الجامعات جاهزة؟ الجامعة هنالك عدة أطراف. هناك البيئة الجامعية، هنالك الأستاذ الجامعي، جميع منسوبي الجامعة، الموظفين وعمال إلى آخره. هنالك الطلاب، والأمر يتعدى الطلاب إلى أسرهم أولياء أمورهم. هناك تحديات كبيرة جدا. بالنسبة للجانب الأول، يعني هل الجامعات، البيئة الجامعية نفسها جاهزة؟ في عدد كبير جدا من الجامعات تضررت في مبانيها ذاته، لا يمكن أن يكون في استئناف للدراسة. في جامعات من حيث البيئة في مناطق آمنة، والعدد كبير، يعني يمكن أكثر من 50% من الجامعات دي في مناطق آمنة، الحمد لله. لكن نرجع للعوامل الثانية. الجامعات في السودان جامعات قومية، بمعنى أنه طلابها وأساتذتها من شتى بقاع السودان. نعم. هنالك طلاب أو أساتذة قد يكونوا في مناطق اشتباكات، قد يكونوا الآن هم نازحين أو لاجئين خارج السودان. نعم. الجانب وكذلك الطلاب يكونوا موجودين في هذه المناطق، يعني ممكن يكونوا هم الجامعة ينتموا لجامعة في مناطق آمنة، لكن حاليا هم ما موجودين في هذه المنطقة، وقد يكون هنالك صعوبة للوصول لهذه الجامعة. نعم. ثالثا،
الأوضاع الآن في السودان متأثر منها الجميع. نعم. هنالك مقدرة على أولياء الأمور على الأساتذة إنهم يقدروا يواصلوا. هذه أسئلة يعني ينبقي على القائمين على الأمر. أنا هنا أمثل لجنة مهنية، لست جهة رسمية، لكن دي المعوقات. من حيث المبدأ نحن مع استئناف الدراسة، نحن مع مواصلة الدراسة، لكن هذه المعوقات والتحديات ينبقي على القائمين على معالجتها. جميل. يعني أستاذي نقدر نقول أن هذه من ضمن العقبات أو ضمن التحديات اللي قاعدة تصير معاكم، أن فعليا في بعض الأساتذة أو بعض الطلاب في المناطق اللي حضرتك أشرت إليهم ممكن تكون متضررين فيها، ما يقدرون يوصلون للجامعات اللي هم يدرسون فيها. نعم نعم. لكن هم إجابتهم إجابة المسؤولين وإجابة الجهات الرسمية من الوزارة وإدارة الجامعات عشان تبدأ في تحديات، لكن أنت عشان تبدأ في الأول هم بيتكلموا عن تدريجي، بيتكلموا عن إنه يبدو في بعض الجامعات مثلا بدأت بكلية الدراسات العليا باعتبار إنه في طلاب معظم طلاب قد يكونوا هم بالبحث دراسة بالبحث نعم ممكن يقدر يتواصلوا مع المشرفين. الطلاب في الماجستير المقررات قد يكونوا مقتدرين لحد ما، طلاب الدراسات العليا ممكن يكونوا موجودين في مناطق، فانت بتبدا بكليات زي هذه يعني مثل هذه وبعدك تتدرج لحد ما انك انت تقدر تعمل خطه تشوف هل الطلاب الذين هم ما بيقدروا يصلوا الجامعه سواء كان لظروف امنيه او لظروف اقتصاديه، يعني هنالك في ظروف اقتصاديه حتى الاساتذه نفسهم نعم. فانت بتقدر تعمل خطط وتعمل احصائيه تشوف اساتذتك كم الممكن يجوا، طلابك كم، واعتقد ان الجهات الرسميه بتسير في هذا الاتجاه نعم. لكن من حيث المبدا ان كونه يبدو دي حاجه نحن بنشجعها للامام ان شاء الله، لكن هناك تحديات كبيره جدا جدا يعني ان شاء الله. نعم. كل التوفيق لكم وان شاء الله التحديات هذه تصير يعني هباء منثورة ما تكون موجوده وتكون مطبات خفيفه وانتم تتعدونها باذن الله. ان شاء الله باذن الله تعالى، لان التعليم في كل ظروف كل الأوقات هو أساس نحن في الأمم، فينبغي أنه ما يتوقف مهما كانت الظروف والتحديات، فالناس تحاول تتقلب عليها متمنى. لكن الأمر جد صعب يعني زي ما ذكرت لك تعلق بالأمور بالطلاب يعني حتى الأساس الآن الاستحقاقات المالية المرتبات هي لم تأتي، يعني الآن نحن من شهر 4 لحد الآن يمكن أداب الناس صرفت 4 وحتى 5 جزء منه يعني جزء نسبة منه وستة لسه الناس ما صرفت، لكن حاجة في اليومين دول برضو بنسبة يعني ما بكامل، ففي تحديات. الله إن شاء الله يخفف عنكم هذه التحديات وبإذن الله ترجع السودان لسابق عهدها وبإذن الله تزهى بإذن الله الكليات والجامعات بطلابها وأساتذتها وبإذن الله نشوفكم بأفضل حال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وشكرا لكم كثير. شكرا لك. واجبنا أكيد نشكر معكم بالقضية إن شاء الله. تستاهلون واجبنا. أكيد رح نكون متابعين هلها القضية أول بأول ونتكلم فيها. طبعا نشكر الدكتور فضل الله مصطفى موسى البشير عضو لجنة أساتذة الجامعات السودانية لاجسو وأستاذ مساعد في جامعة كسلة، شكرا لك على هذه المداخلة.